حياكم الله مجددا في أهلا. من الأخبار والوقائع والأحداث اللي أخذت مساحة واسعة من التداول، من الحديث، من النقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية والأيام القليلة الماضية، أنه أحد الأطفال اللي يبلغ من العمر 11 عاما أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وذلك بعد أن دفعه زميله في الفصل على رأسه ليدخل بعدها إلى العناية المركزة، وكان في تدخل جراحي في الموضوع. وآخر الأخبار أن الأمور الصحية لهذا الطفل مطمئنة جدا ولله الحمد والمنة، وراح نعرف مجموعة يعني التفاصيل حول هذا الحدث بكاملها مع والدة الطفل اللي تنضم إلينا مشكورة عبر الهاتف الآن، وهي الأستاذة نادية الجار الله، والدة الطفل أسامة، اللي نتحمد له كثير بالسلامة والعافية ولعائلة ولأهل جميعا. أستاذة نادية مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. أستاذة نادية إذا كان الصوت يوصلك مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. طيب إلى أن يجهز اتصالنا مع الأستاذة نادية، بس أبى أقول لكم الحكاية اللي حدثت باختصار وبنسمع التفاصيل منها. أنه في المدرسة صارت إشكالية بين أحد الطلاب وزملائه، نتكلم على صف خامس ابتدائي، ولكن حادثة الوقوع كانت قوية ونقل الطالب على إثرها إلى المستشفى. إدارة المدرسة استدعت والدة الطالب، حضرت ونقل إلى المستشفى، وكان في إجراء طبي عمل له، يعني كانت نتيجة الفحوص الطبية وجود كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، والحمد لله الأمور آلت إلى تحسن حالة الطفل الصحية. الحكاية بنسمع التفاصيل الآن مع الأستاذة نادية اللي رجعت لي على الهاتف. أستاذة نادية مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. أتوقع أن في مشكلة في وصول صوتنا للأستاذة نادية، بس إلى أن تجهز خلوني أقول لكم الشيء الجيد المبشر في الموضوع، أنه تواصلنا مع عائلة الطفل أسامة قبل بداية هذه الحلقة وطمأنونا إلى أنه خلاص هو على وشك الخروج من المستشفى اليوم إن شاء الله. هم في انتظار الدكتور، يمكن إذا ما كان وصلهم فراح يوصلهم بعد لحظات، وراح يخرج إلى المنزل. حالة الصحية مستقرة وجيدة، هنالك إجراءات أمنية أو رسمية عفوا اتخذت في هذا الموضوع، والأمر كله ما زال لدى الجهات الرسمية وقيد التحقيق. صار في تواصل ما بين عائلة الطفل أو الشخص اللي تسبب في الإصابة لزميله داخل الفصل مع عائلة الطفل المصاب، وفي نوع من الحديث الودي ونوع من الاعتذار اللي حدث ما بين العائلتين، وخاصة من قبل عائلة الشخص المصاب. لكن في تفاصيل مهمة في الداخل في هذه الحادثة ما زلنا ننتظر أن الأستاذة نادية تنضم إلينا حتى تحكيها لكم وتعطي الصورة الكاملة حول هذا الموضوع. ليش كنا حريصين أنه اليوم نظهر هذه الصورة الكاملة؟ لأنه مثلا خلال الفترة الماضية اللي صارت نشرت بعض الأخبار حول هذا الموضوع بدون يعني ذكر مجموعة من التفاصيل، فلما تواصلنا مع عائلة الطفل حقيقة أنهم تجاوبوا بنبل عالي جدا أنهم يظهرون ويحكون تكون يعني تفاصيل هذه الحادثة، مع التأكيد على أنه كل ما حصل كان داخل الفصل في المدرسة، على أنه التواصل حدث مباشرة ما بين إدارة المدرسة ووالدة الطالب. ذهبت الوالدة واستلمت الطفل، ما أعرف في اللحظات الأولى إذا كان واضح أنه الطفل مصاب إصابة بليغة ولا لا، هذا اللي ودنا نعرفه مع والدة الطفل إذا جاء، لأنه لما انتقل إلى المستشفى كان التشخيص الطبي يعني تشخيص حالة يمكن توصف بالحرجة. احنا نتكلم عن كسر في الدماغ ونتكلم عن نزيف داخلي حصل، لكن التدخل الطبي اللي صار وكان فيه نقل بطائرة الإخلاء الطبي ما بين المستشفيين داخل مدينة الرياض، إلى وصل إلى مستشفى الشميسي وأجريت له هناك الإجراءات الصحية الطبية اللي أدت إلى تحسن حالته تماما وخروجه بالسلامة. هل أصبح أسامة في وضع صحي يمكنه من العودة إلى الدراسة أو لا؟ هذا اللي أيضا نبغى نعرفه. هذه محاولتنا الثالثة للاتصال بالأستاذة نادية، وإن شاء الله صوتنا يوصلها بشكل واضح وجيد. أستاذة نادية إذا تسمعيني مساء الخير.
مساء النور. شكرا لقبولك دعوة البرنامج. صوتك واضح عندي، صوتي واضح عندك؟ أيوة نعم. أول شيء ألف مليون تريليون سلامة على أسامة، والله يقوموا لكم بالسلامة والصحة والعافية، وطمنينا على حالته قبل ما نبدأ في التفاصيل. اللهم آمين. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أي شيء أشكر الله سبحانه وتعالى وأسجد له سجود شكر على سلامة ابني. إن الله لما يعني الله ما فجعني فيه، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. ابني أول شيء اتصلوا علي اي بس اذا تسمحي لي استاذه ناديه باخذ منك كل التفاصيل، بس طمنينا ايش حاله اسامه ووضعه الان، لانه قبل الهوى كان في اخبار انه حيطلع من المستشفى. ايوه الحمد لله بصحه وسلامه، الحمد لله ان شاء الله تعدى الخطر ان شاء الله يا رب. وما زال في المستشفى؟ اي ما زال في المستشفى. طيب الف سلامه عليه، والله يقوموا لكم بالصحه والسلامه. وش اللي صار تفضلي؟ جاني اتصال من المدرسه، اجي المدرسه اخذ ولدي. أنا سمعت صوته يبكي فسألت، قال لي إيوه أسامة. حضرت المدرسة لقيتها واحدة في الحالة جالسة في مكتب الوكيل. الولد مو طبيعي، ما أسامة اللي أعرفه. سألت أسامة إيش فيك، أسامة إيش فيك، جالس يبكي، راسي يعورني راسي. انتقلت رحت توجهت للمدير، سألت المدير ايش حصل ايش في، قال لي خذي اسامه بسرعه تجيب المستشفى. لي اسالك بالله اسامه تشنج، اسامه صار له حاجه انصرع. قال لي لا، قلت له طيب اقل حاجه فقد الوعي. قال لي لا الان بس خذي طمني عليه. قلت له طيب نادلي الولد. قال لي لا بكره خير. اي ولد؟ اسامه الولد اللي ضرب ولدي. رحت انا طبيعتي ما يعني ما احب جو المستشفيات ولا احب اراجع فيها، بس سبحان الله ربي الهمني واني وديته، يعني ما استهترت في الموضوع لاني انا ما اشوف انه قال لي ما فقد الوعي ولا يعني ان الولد طبيعي ما في شيء. رحت مستشفى سلمان، شالوه المستشفى من السياره لانه بدا وانت كرامه يستفرغ يصيح من راسه. سووا له تحاليل، دخلوه في جهاز التخطيط المقطعي للراس. اتضح لي ان عنده كسر في الجمجمه ونزيف داخلي. على طول الاخلاء الطبي للشيميتي لان هناك اطباء اطفال افضل. عادوا له الاشعه المقطعيه مره ثانيه يتاكدون، لقوا النزيف زاد. على طول دخلوا بعد 8 ساعات تقريبا عمليه، لان سووا له الاشعه المقطعيه بعد 8 ساعات. دخلوه في الحمد لله على كل حال، سووا له العمليه عمليه سريعه. طلعوه الساعه 2 الفجر. جلس في العناية الحمد لله أربع أيام. إن شاء الله نذكر، بس قالوا لي تقريبا بيستمر لمدة 2 كاملة بحبوب التشنج. بس في هذه اللحظة اللي ياخذ حبوب تشنج توقع أي لحظة إنه يتشنج عليك أو يفقد الوعي أو يرجع للاستفهام. رجع لنا على طول إخلاء طبي. وبعد 2 اذا ذي الفتره لم يصب تشنج او صرع او استفراغ او شيء خلاص يوقفون الحبوب. لو جاء شيء لا تستمر معه. طيب وفقا للاجراء الطبي او اللي قالوا لكم في المستشفى انه خلاص تجاوز تماما مرحله الخطر؟ لا ابدا لا. لم يتجاوزها؟ لا ابدا. ان شاء الله يتجاوزها ان شاء الله بكل صحه وسلامه إن شاء الله. وعافيه إن شاء الله. يا رب. طيب على اي اساس قالوا لكم طيب انه ممكن يطلع؟ يعني اذكر في الاتصال اللي كذا كنا ننسق كان في اخبار ذكرتوا لنا ان الدكتور قال ممكن يطلع ويروح للبيت بشكل طبيعي. معلش اعيد السؤال. اقول يعني على اي اساس كانوا يقولون في المستشفى انه حيطلع ويروح للبيت بشكل طبيعي؟ الحمد لله الولد الحمد لله تقبل العلاج يعني في فترة وجيزة، والحمد لله يعني عد مرحلة الخطر عداها. وعموما أعطوني يعني مراجعات، يعني أنا ما برجع لا في لها مراجعات بس. نعم أستاذة نادي، أنا آسف إذا سؤالي ما وصلك بصوت واضح، هل تعدى مرحلة الخطر خلاص؟ لا ها؟ لا بس إنه يعني له أدوية تشنج وله أدوية مسكن أعطيني، بس يشوفون الأفضل إنه يطلع ويكون تحت متابعتكم. الحمد لله
لا دام انه يعني تحرك وقدر يمشي وهذا الحمد لله خلاص. طيب الحمد لله. طيب ايش صار بعد الحادث من اجراءات في هذا الموضوع يعني على الصعيد الرسمي؟ والله الموضوع بايدي الجهات المختصة وتحت التحقيق. موجود عندهم، ما زال تحت التحقيق. ايه طيب صار تواصل بينكم وبين اهل الطفل الثاني؟ ايوه اتصلوا علي مرتين و يعني متأسفين على اللي حصل وما تمنوا اللي حصل، بس وش اللي دار في الاتصال؟ وش كان الحديث عنه؟ وش الأسباب اللي أدت إلى هذه الحادثة؟ هو الولد عموما شقي يعني ما لها أسباب، هم أطفال وشقي وهو أساسا يعني متفرع على الطلاب و بس الحمد لله على كل حال الحمد لله. يعني داخل الفصل صارت إشكالية بين الطالبين؟ لا 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 الولد ولدي والله العظيم مسالم مسالم، بس يعني هي لقافة منه لأن الولد كان يبغى يطلع الحمام من الكرامة دورة المياه، ف يعني لقافة منه ارجع ارجع، فجأة قلب الولد هو متأثر أساسا واضح بالألعاب الإلكترونية بر ولدي يعني الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، الله يقوموا لكم بالصحة والسلامة والعافية، وإن شاء الله يعني عقبال ما نبتهج بطلعته من المستشفى وبعودته إلى المدرسة. معليش سؤال أخير أم أسامة، يقدر يرجع للدراسة والمدرسة الآن ولا الأطباء لا لا يقولوا لا لا؟ لا 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 إجازة ما هو أكيد لا إجازة لا حفاظ عليه. طيب الله يقوموا بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. أم أسامة شكرا الله يسعدك. جزيلا لك. أشكر أم أسامة حقيقة على تجاوبها مع دعوة البرنامج وعلى حضورها معنا وعلى ذكر كل هذه التفاصيل، وأرجع وأقول للمرة الثانية والثالثة الحمد لله على سلامة أسامة، وإن شاء الله عقبال ما نفرح بخروجه من المستشفى وبعودته إلى الدراسة وبتعافيه بالكامل وعودة صحته وعافيته له. الحمد لله على سلامته، ويعني أسأل الله أنه يعني لا تتكرر مثل هذه الحوادث وأنه نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان دائما وأبدا. كل الصحة والسلامة والعافية لأسامة، وكل الشكر لوالدته، وبعد هذا الفاصل ألقاكم.